بسم الله الرحمن الرحيم. بالتعاون مع منظمة جائزة الألمانية وتوجيه من معالي وزير الإعمار والإسكان السيد المهندس نازين محمد أوسو، تم في هذا اليوم المبارك الحضور وبالتنسيق مع الوكالة الألمانية وبحضور نائب السفير الألماني لغرض توزيع الدفعة الوجبة الخامسة من الآليات التخصصية المقدمة من قبل الحكومة الألمانية ومن قبل منظمة جائزة لدعم وتأمين استقرار المناطق المتضررة من جراء عدوان داعش الإرهابي. حقيقة اليوم عدد الآليات 37 آلية تم توزيعها إلى محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار بحضور السادة المحافظين. هذه تمثل الوجبة الخامسة من عدد آليات مجموع الكلي لحد الآن بلغ قرابة 380 آلية تم توزيعها على كافة المحافظات المتضررة بضمنها أيضا محافظة الموصل. عرضنا على الحكومة الألمانية والجانب الصديق بالحكومة الألمانية الاستمرار التواصل والدعم لحكومة وشعب العراق وتأمين وتوطين الاستقرار في المناطق المتضررة والمناطق المحررة. دعونا مع سيادة السفير الألماني عبر نائب السفير لحضور إلى مقر الوزارة حقيقة للغرض التعاون المشترك بمشاركة ومساهمة الشركات الألمانية في إعادة استقرار وإعادة إعمار المدن المحررة وكافة محافظات العراق.